السلام عليكم، معكم يوسف القضيف فلاش اللي نتعلق كل ما هو علمي. في هذا الفيديو غنشوفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه مهمه جدا في الماتري، الناس اللي يلا مبتدئين في الماتري، الناس اللي يلا كيتعلموا، وكذلك الناس اللي باغيين يتعلموا. قبل ما ندخل في الفيديو تابوناو في لاشين، تابوناو معنا ودعمونا بالبارطاج، بارطاجيو مع كاع الناس باش منها كتاخذ واحد الحسنه ديال انك كتاخذ واحد الاجر، فيها واحد الاجر عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك كتستافد كذلك حتى انت. فما عليك الا تبارطاجي مع الدراري صحابك. وتحيه لكاع الناس اللي كيتابوناو معنا واللي كيشجعونا واللي كيشتركوا معنا في القناه. نبداو على بركه الله. في هذا الدرس غنشوفوا الوحدات، يعني الوحدات في المتر، يعني كشحال من واحد كيشوف المتر كاري، متر كيب، متر لينيير، ليزونيتي، كيشوف شي وحدات في البوردورو دي بري ولا في المارشي وما كيعرفش شنو كيعنيو دوك الوحدات وكيفاش كيتحسبوا. في هذا الفيديو غنشوفوا دوك الوحدات شنو كيعنيو والطريقه كيفاش نحسبوهم وفاش داخلين هاد الوحدات. يلا على بركه الله. كنبداو مثلا غناخذ واحد المثال ديال بيطون ارمي. باش كنقول بيطون ارمي، الناس اللي قارين الدومين، بيطون ارمي كتعني البيطون، ارمي مكون من جوج كلمات، البيطون ارمي، كاين البيطون وكاين الحديد. يعني كاين البيطون اللي هو مكون من السيما والرمله والجرافيت، مخلط مزيج ما بين السيما والرمله والجرافيت، وكاين الحديد اللي هو ارم، اللي هو لي بار، لي بار اللي عندي لي بار لوجيتيدينال ولي بار ترانسفيرسال. اي حديد فيه لوجيتيدينال وفيه الحديد ترانسفيرسال. ملي كنهضروا على البيطون ارمي كنهضروا على لي سوميل اللي كيكونوا بالبيطون ارمي، لي سيناج اللي كيكون بالبيطون ارمي، لي بوتر اللي تيكونوا بالبيطون ارمي، لي فيت بوتو اللي تيكونوا بالبيطون ارمي، لي بوتو كيكونوا بالبيطون ارمي، لا دال كتكون بالبيطون ارمي، بزاف اللي تيكونوا بالبيطون ارمي. المهم كنهضر على اي حاجه فيها البيطون والحديد. البيطون والحديد الوحده ديالها هو المتر كيب. الوحده كيفاش كنحسبوها؟ اون متر كيب. شنو كنعنيو بالمتر كيب؟ ام اس 3 هي الطول في العرض في الارتفاع. يعني الطول ديال مثلا عندك لادال، غتشد الطول ديال لادال في العرض ديال لادال في الارتفاع ديال لادال. عندك بوتر، غتشد الطول ديال بوتر في العرض ديال بوتر في الارتفاع ديال بوتر. عندك بوطو، غدير الطول ديال بوطو في العرض ديال بوطو في الارتفاع ديال بوطو. يعني اون متر كيب. مثال عطينا مثلا ديال واحد لادال، مثلا هذه لادال، لادال فيها 4 متر، فيها 4 متر في الطول. باش تشوفوا الطول شنو كيعني، هو هذا هو الطول ديال لادال ديالي. بالنسبه للعرض، العرض هو هذا اللي كيكون غادي كما كتشوفوا، اللي كيمثل لي 1 متر. والارتفاع هو الارتفاع البيس، باش الارتفاع العماره ديال لادال ديالي، العماره ديالها 10 سنتيم باش عامره. داكشي علاش هذا هو الطول اللي هو 4 متر، والعرض هو متر، والارتفاع هو 0.10 اللي هو 10 سنتيم. كيفاش كنحسبوا؟ كيفاش كنحسبوا؟ كنديروا الطول اللي هو 4 متر، ها هو، والعرض اللي هو 1 متر، والارتفاع اللي هو 10 سنتيمتر اللي هو 0.10 متر. كنديروا 4 كنضربوها في 1 متر، كنضربوها في 0.10 سنتيمتر. يعني الطول في العرض في الارتفاع كيعطيني اون متر كيب، كيعطيني ديك الوحده بالمتر كيب. هذه هي الريزلت اللي انا باغي كتخرج بالمتر كيب. هي باش تشوف وشنو كتعني هذا المتر كيب. ام اس 3 يعني كتعني بان 4 متر، راه 4 ملي كنهضر 4 متر، 4 متر طول 4 متر ياك المتر، و ام 1 يعني 1 واحد متر، و 0.10 متر. كنشد المتر كنضربو في المتر كنضربو في المتر كيعطيني ام اس 3. يعني هاد الام راه كيكونوا اس 1. يعني هادشي في الماط، الناس اللي قراو الماط وضروري ما تقرا الماط عاد دير هاد الدومين هذا، راه ام كتعني اس 1 فوا ام اس 1 فوا ام اس 1 كتعطيني ام اس 3، ام اس 3. هذا هو لو متر كي. وفاش كيتستعمل؟ كما قلت لكم اغلبيه في البيطون ارمي، يعني في لي سومال، لي كاع الحاجه اللي فيها البيطون وارمي، كاع الحاجه اللي فيها الحديد والبيطون. فهمتوني دابا كيفاش؟ ندوزو المثال الثاني اللي هو المتر كاري، وغالبا ما كيتخدم به لوندوي. شنو كنعنيو بلوندوي؟ لوندوي هو المرطوب. الناس اللي ما كيعرفش لوندوي يدير لوندوي في جوجل ويدير التصاور غيطلعوا ليه لوندوي شنو كيعني. اللي هو المرطوب اللي كيكون مزيج مخلط ما بين السيما والرمله، غير السيما والرمله ما فيهش الجرافيت. الفرق ما بينه وما بين البيطون ان البيطون كيكون فيه زايد فيه الجرافيت، يعني كيكون فيه الجرافيت. اما لوندوي اللي هو المرطوب كيكون فيه غير السيما والرمله مخلطين. بالنسبه للوحده ديالو كتكون اون متر كاري، يعني الطول في العرض متر كاري.
الطول في العرض، الطول في العرض. ناخذ واحد المثال ديال واحد الحائط، هذا حائط ديال دارنا ولا ديال شي حاجه، مهم حائط هذا فيه 10 متر في الطول وفيه 3.50 متر في العرض. هذا هو اللي كيعني العرض، هو 3.50 متر اللي كتشوفوه ديال الحائط، و10 10 متر هي اللي كتعني لي الطول. اذا كيفاش كنحسبوا؟ كنديروا الطول هو 10 متر والعرض هو 3.50 متر، كنديروا 3.50 متر اللي هو العرض كنضربوه في الطول اللي هو 10 متر، 3.50 متر في 10 متر كتعطيني 35 متر كاري، كتعطيني الوحدة ومتر كاري. علاش؟ لأن 3.50 متر هي بالمتر و10 هي بالمتر، المتر في المتر هي المتر أس 2 هي المتر كاري. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. غندوزو لي زونيتي الثالثه. لي زونيتي الثالثه، الوحده الثالثه هي شحال من واحد كيشوف لو متر لينيير ما كيعرفش شنو هي لو متر لينيير. المتر لينيير غالبا كنحسبوا بها لي بلانت ديال الزليج. اللي ما كيعرفش بلانت ديال الزليج، هي ملي كتشي الزليج كتكون واقف، كاين الزليج اللي كيكون غادي في الارض يعني في الصول غادي يعني في الارض متكي في الارض، وكاين واحد الصمطه اللي كتكون دايزه على الزليج بواحد 10 سنتيم كتكون لاصقه في الحيط دايره على الزليج كامل كتشوفوها، هذيك هي اللي كتعني البلانت. البلانتا كيقول بلانت، هذيك لي بلانت كتحسب الوحده ديالها بالمتر لينيير. المتر لينيير، المتر لينيير شنو كيعني؟ هو المتر كيساوي المتر. راه ملي كنهضر على المتر لينيير ما يخلعكمش وتقولوا راه شي وحده اخرى ولا ما عرف شنو. لو متر لينيير هو المتر، هو الطول، هو الطول. ناخذ واحد المثال ديال واحد البلانت، واحد البلانت، البلانت فيها 4 متر يعني في الطول ديالها 4 متر، وبالنسبه للعرض ديالها 0.10 سنتيم. ما كنجيش انا كندير راه الطول في العرض، لا، الوحده ديالها هاد البلانت هادي ديال الزليج تتكون بلانت ديال الزليج اولا ديال الرخام اولا ديال لاموزي، هاد ثلاثه الحوايج. المهم راه نفس الوحده عندها اون متر لينيير. هاد 10 سنتيم ما كنحسبوهاش، حنا كنمشيو كنحسبو غير الطول. البلانت شحال فيها في الطول؟ كنبقى غادي غير الطول، تابع الطول، ما كنهضرش مع هاد 10 سنتيم مره. اذا هاد البلانت فيها 4 متر، 4 متر يعني راه 4 متر لينيير كيساوي 4 متر. يعني باش نبغي نحسب هاد البلانت اللي هي الطول ديالها 4 متر، راه الحساب ديالها هو 4 متر لينيير، 4 متر لينيير. متفقين دابا؟ ولا كان مثلا هاد البلانت فيها 10 متر راه غنديروا 10 متر لينيير، فهمتوا؟ ولا كان فيها 20 متر غنديروا 20 متر لينيير، ما نديروش الطول في العرض، راه كتعتبر اون متر لينيير، كتعتبر الطول نيشان. وغنمشيو للوحده اللي كتحط بزاف كذلك في المارشيات وفي هذا، كنلقاوها هي لينيتي. كنشوفوا هاد او ما كنعرفوش شنو كتعني هاد او. او كتعني هي الوحده، هي الحبه، شي حاجه حبه. بحالاش؟ بحال مثلا نعطيكم مثال ديال بريز، بريز ديال الضوء، الناس كاملين عارفين بريز. بريز اللي كنديروا فيه الشارج، كنديروا فيه الكابل ديالنا كنشارجيو به التليفون بي سي الى اخره، هذاك حتى هو داخل في المتري كنحسبوا، دخل في الالكتريسيتي كيف الضوء. ملي كنبغي نحسبو كنحسبو بلينيتي، كنحسبو بالحبه. يعني كندوز مثلا عندي الدار كنشوف شحال من بريز تركب في هاد الدار، مثلا شحال تركب من بريز، تركبوا 10 ديال لي بريز، كندير 10 ديال البريزات في المتري كندخلهم 10، فهمتيني؟ يعني كيتحسب بلينيتي بالوحده بالحبه، ما كاينش طول عرض ارتفاع داكشي ما كاينش. لينيتي هي الحبه، هي الوحده. ملي كنشوف واحد ستيلو، هاد ان ستيلو راه واحد، غير ستيلو واحد، يعني راه بلينيتي، راه الوحده ديالو بلينيتي، هذا غير واحد، غير ستيلو واحد. الا كانوا جوج ستيلوات غنديروا جوج ستيلوات. باش تعرفوا شنو كتعني هاد او، كتعني الحبه يعني الوحده. عطيتكم مثلا مثال ديال بريز، مثلا هذا دار، هذه دار وهذا باب، هذا باب وهذه الداخل، عندي واحد بريز حداه بريز حداه بريز، عندي ثلاثه ديال البريزات. ملي نبغي ندير الحساب وندخل في المتر داكشي، راه عندي ثلاثه ديال لي زونيتي، يعني ثلاثه ديال بريزات، ثلاثه ديال لي زونيتي عندي الوحده ديالهم.